شارك التحالف الحقوقي البحراني وللأسبوع الثاني على التوالي في أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف الأسبوع الماضي. في أوائل هذا الأسبوع وفي أول يوم منه أي اليوم الاثنين، شارك التحالف بمداخلة خلال الحوار التفاعلي فيما يتعلق باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الناشطين، إذ أكد التحالف بكلمته على أن بعض دول الخليج وخاصة البحرين والسعودية تستخدم قانون مكافحة الإرهاب من أجل قمع المعارضين والناشطين السياسيين. واستشهد التحالف بحالات مختلفة حصلت في البحرين، بإضافة إلى حالة الحكم بالإعدام الذي صدر على الشاعر الفلسطيني المقيم في السعودية أشرف فياض. كان الموضوع الثاني هذا اليوم هو التقرير الذي قدمه المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق المعاقين جسديا وعقليا، وقد كانت أيضا للتحالف الحقوقي كلمة مداخلة أو كلمة ألقاها الناشط إبراهيم الدمستاني على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، سواء ومنها الأعضاء الأساسية أو الدول المراقبة، وتطرق فيها إلى حالة العديد من البحرانيين المعوقين الذين يحرمون من العلاج داخل المعتقلات في البحرين، وخاصة حالة الدكتور عبد الجليل السنجيس، وهو مدافع بارز ومدون بحراني شهير تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن، وقد حرم من العلاج طوال السنوات الماضية من العلاج اللازم، وقد ساءت حالته الصحية بشكل كبير داخل المعتقل. من المقرر أن يستمر التحالف في نشاطاته خلال هذه الدورة، حيث سيقيم يوم غد ندوة يخصصها للبحث في آلية الاستعراض الدولي الشامل التي سوف تتم مراجعتها خلال أوائل شهر مايو المقبل، وهي المرة الثالثة يتم فيها استعراض مدى التزام البحرين بتنفيذ توصيات الاستعراض الدولي الشامل التي صدرت من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في العام 2012. سيسلط التحالف الحقوقي البحريني يوم غد على مدى التزام البحرين بتنفيذ هذه التوصيات، وقد خلصت دراسة أعدتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن سلطات البحرين فشلا ذريعا في تنفيذ الحجم الأكبر من التوصيات، والبالغة 176 توصية ولم تنفذ منها إلا النزر القليل، بل إن أوضاع حقوق الإنسان ساءت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية ومنذ شهر يونيو الماضي، وهو ما يحتم على الدول الأعضاء ضرورة إعادة النظر في الوضع الحقوقي في البحرين وإصدار توصيات جديدة من المقرر أن تتم مناقشتها في شهر مايو المقبل. التحالف الحقوقي سوف يشارك يوم غد بفاعلية أيضا خلال المناقشات والحوار التفاعلي الذي سيجري في مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى الندوة التي سيعقدها يوم غد. ساهر عرابي للبحرين اليوم من مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف.